اي نحكيه على النادي الصفاقسي في اخر جزء من حصتنا اليوم، وحوار مع المدرب الجديد للفريق كريم دلهوم اللي بدا البارح العمل متاعه باول سيونس دونترينمون كما تابعته في القناة في المباشر واهم كواليس قبل انطلاقها زميلنا الفاضل ابو جناح. اليوم حبينا نحكيه مع كريم دلهوم في المباشر، لكنه حاليا يبدا سيونس دونترينمون متاعه الثانيه مع السي اس اس. لخبيناه في تصريح مسجل حكي فيه على عديد النقاط والمواضيع. البدايه تحدث كريم دلهوم على اول حصه تدريبيه البارح، كيفاش كانت؟ هي حصه ريبريز، شفنا ليتا دو فورم نتاع اللاعبين، خاطر بعد 3 أسابيع فما دي جوار رجعونا من تري عندهم بيريود ما لعبوش، دونك حاولنا من اليوم قسمنا معناتها المجموعه على 2، عملنا دو نيفو، فما دي جوار اليوم كومبيتيتيف ومعناتها حتى تدربوا وحدهم في البيريود نتاع الراحه، فما دي جوار بعد شويه ولا طالعين من اللي جايين نحبوا نزيدوا نشوفوهم، دونك قسمنا المجموعه على 2 باش ناخذ وقتنا في الاختيارات نتاعنا وتكون البريباراسيون ادابتي ادابتي لكل جوار في النيفو نتاعو. ان شاء الله بالعمل ان شاء الله نحقق الاهداف ان شاء الله. كريم دلهوم تحدث ايضا على الاتفاق بينه وبين مسؤولين السي اس اس، كيفاش كان؟ طيب الاتفاق معناتها عادي، كانت فما امكانيه باش نكون انا المدرب الاول في الفريق قبل ما يجي سينابيل الكوكي، وبعد قعدت كاسيستون والحمد لله جات الفرصه تو في بيريود نتاع بريباراسيون ديبي سيزون باش نكون انا على راس الاطار الفني، دونك كل شيء عادي من النادي اتصلوا بيا قعدنا تفاهمنا وان شاء الله ربي رب معنا وربي يوفقنا ان شاء الله. مفاجأة في ستاف تكنيك كريم دلهوم بوجود طارق سالم في أول تجربة تدريبية ليه بعد ما كان مدير رياضي، أيضا اللاعب الدولي السابق شاكر البرقاوي اللاعب السابق للفريق باش يكونوا ضمن ستاف تكنيك، ستاف الكامل اللي باش يحكي باش يخدم مع كريم دلهوم. نسمعوا كيفاش تم الاختيار عليهم وشنو حكى كريم دلهوم بخصوص الموضوع هذا. والله اللي دار على راس مصر السلاني هم مشكورين، عطاوني الثقة وزيد معناتها عطاوني الحريه الكامله في اختيار الاطار الفني وفي التعداد تاع الفريق الاول معناتها ليفيكتيف، دونك عندي كارت بلانش بالنسبه لي معناتها طارق سالم وشاكر البرقاوي كانوا دو كابيتان في السي اس اس عندهم الخبره الكافيه كيف معناتها رؤيتي معناتها رؤيتهم تاع الكره ورؤيتي مش بعاد على بعضهم نمشيو في نفس الاتجاه، دونك نعرف سيرتو دي معناتها عباد موتيفي واحنا ستاف جون معناتها ستاف جون كنا موتيفي ونحبوا نخدموا، دونك كانت خممت مليح واخترت ابناء النادي مع المواد البدنيه مراد تخمي اللي خدم معاه في مستقبل مرسى مع سي انيس كامون ديزيام بريباراتور وسي عبد الغفار فرج الله كان خدم معنا قبل في الساقس وكان في قطر 5 سنين وسنا رجع باش يكون معنا، ومعنا سي حسين بوصرصار اللي هو من قبل اللي يخدم في النادي راس الشيخ ما كانش شيخ في حقه كان هو اللي يخدم في التوسكي فيزيوناج وستاتيستيك، دونك حبيت ان يكون معنا موجود والحمد لله ان شاء الله الكل نخدموا مع بعضنا باش نحققوا الاهداف نتاعنا ان شاء الله. كيفاش باش تكون؟ هل باش تكون فما انتدابات ولا لا في الفريق؟ نسمعوا شنو قال كريم لهم بخصوص النقطة هذه. والله احنا ما بور ما عندناش حق في انتدابات، قاعدين نشوفوا لي بوزوان نتاعنا من المخزون نتاع النادي، لي جوار اللي راجعين من البري، دونك كيف فما دي جوار اللي بوتيتر ما خذاوش برشا شونس عملناه باش يجيهم الفرصة السنة باش ياخذوا أكثر طون جو، هذا الكل بالعمل في الاخر معناتها النادي راس الشيخ ما ينجم يعيش كان بسونتر دو فورماسيون نتاعو وتاريخيا النادي راس الشيخ ديما ينجح باش يخرج ملاعبيه وياخذوا فرصتهم ويعطيو ما عندهم، دونك هذا هو المخزون نتاع النادي اللي حكى عليها كريم دلهوم. نسمعوا شنو حكى عليه، شنو حكى على الافكتيف الموجود على ذمته. والله أول حاجة معناتها بناء فريق كومبيتيتيف خاطر تعرف فما ركائز خرجوا فما دي كادر قعدوا فما دي جوار جون اللي
باش لازم يبروغريسيو اكثر، باش يكونوا مهمين اكثر في المجموعه، مع تصعيد لاعبين من لي جون نتاعنا، باش نكونوا ان جروب هوموجين يكون كومبيتي، يكون طريقه لعب افيكاس. خاطر كي تخدم في جميع كيما في حجم نادي الرياضي الشيخ، ما تنجمش تكون كان عندك ايكيب كومبيتيتيف اللي هي معناتها تحاول تربح لو ماكسيموم دو ماتش. ايضا احكي كريم اللي هو مع الاهداف اللي رسمهم مع الهيئه المديره للسي اس اس، معوش شنو قال؟ ما صحيح، معناتها ديما فريق كبير ويلعب على الالقاب، دونك بون لافونتاج اللي عندي اللي انا ابن النادي طلعت فيه من الصغرى من كلاعب، ومن بعد خدمت في الليجان كمدرب، خدمت كاسيستون معناتها مع بير لو شونتر، مع ستان فلماني، مع كلاوزن، مع سينابيل كوكي، معناتها في 4 ولا 5 مواسم يعني خدمت 7 ولا 8 سنين معناتها كمدرب اول في الرابطه المحترفه الثانيه، معناتها فرق كبيره كي مستقبل جابس، اتحاد مونستيري، سيكت حديد الشيخسي، ملعب الشيخسي، فهمت، المرسى، مستقبل المرسى، دونك مقاوي في القفصه، دونك عندي تجربه لو بليز امبورتون اللي نعرف النادي الرياضي الشيخسي، نعرف الافكتيف نتاعو واللي جوار يعرفوني، دونك حاجه افونتاجي نحن باش ندخلوا طول في صلب الموضوع. المشاكل المالية والصعوبات اللي حكى عليهم اللي موجودين في السي اس اس حاليا، هل باش يعيقوا كريم اللي هو مع تحقيق الاهداف نتاعو؟ نسمعوا شنو قال. والله احنا ديجا من نهار الاول في التمارين مع ملاعبيه، احنا عندنا الميدان، فما الامور الاداريه والمشاكل الخطايا، معناتها فما الهيئه التسييريه اللي قاعده واقفه عليها وتحاول معناتها تلقى الحلول. احنا مركزين على الميدان، خاطر احنا ما عندناش دور كبير باش نجمو نعملوه في الاشياء الاداريه، دونك عندنا تاش كبيره باش نجمو نسهلوا على الهيئه التسييريه بالنتائج نتاعنا، نسهلوا على الهيئه التسييريه العمل نتاعها، وهذا اللي قلته للمعبيه، تركيزنا كامل على الانترينمون، ونحضروا احنا خاطر تعرف السنه تو نبداو سيمي فينال كوب، دونك مش بطوله، ومن بعد طول لا كوب دافريك، دونك دي ماتش تري امبورتون للبقية السيزون تاعنا، حضروهم بالباهي، نركزوا على احنا نخدموا خدمتنا، وكل واحد يتلهى بالتاش نتاعو، باذن الله نخرجوا منها معناتها، خاطر جميع كبير الشيخسي ما تنجمش تطور في ظروف كيما هذه. بالتوفيق ان شاء الله الكريم لهم، وبقية الستاف التكنيك اللي يعمل معاه في النادي الرياضي الصفاقسي في الموسم القادم، اكيد باش يكون موسم صعيب للفريق في ظل المشاكل الكبيرة اللي يعيش فيها، مشاكل مالية وكذلك إدارية، في ظل غياب هيئة مديرة ومنتخبة وواضحة مع وجود هيئة تسييرية فقط. على كل نستنى شنو باش يصير في الأيامات القادمة في ظل هذا الكل. بالتوفيق الكريم مدى الهوم للسي اس اس في الموسم القادم. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا آدم في الإخراج، أيضا محمود في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام المدرب.